كيما شفتي في المينياتور شرابه بزيرو درهم. فاش كنقول لك زيرو درهم يعني راه زيرو درهم. ومن اللي زيرو درهم كيفاش غادي نديرو ليها؟ داكشي علاش انا هنا باش نوريك انت كيفاش غادي نديرو ليها. ما عليك غير تكمل الفيديو حتى الاخر، تقدر دوزي شويه من الفيديو تما فين كاينه الخدعه السحريه وغادي تخربق ما تعرفش كيفاش. يعني كمل الفيديو حتى الاخر. واش برادر تي داير صافا مزيان؟ انا هادشي اللي بغيت. كما كنعرفو حنا الموالين ما يمكنش تربي حيوان وما تكونش عندك شرابه. شرابه ضروري حنا شي يمين كيشرب اي حيوان. كما كنعرفو صحاب المحلات كيتباع عندهم هاد الشرابات هادو موجود، ولكن صحاب الباديه ما عندهمش محلات تاع الحيوانات، يعني ما كاينش منين يشريو هادوك الشرابات. داكشي علاش انا اليوم جيت ليكم بهذا الفيديو هذا، غادي نقادو شرابات مطابقين لهذوك اللي كيتباعوا في المحلات. غير الشكل ماشي بحال بحال، تقدر تقاد تاع ايترو ايترو ونص جوج خمسة ايترو، كلشي ساهل. وكما قلت لكم زيرو درهم. وهنا بينا نقادو هاد الشرابه خاصنا ربعه تاع الحوايج. سمعتي ربعه تاع الحوايج تتخلع ساهلين، تقدر تخرج غير الزنقه تلقاهم طايحين تجيبهم تقاد شرابه. تقدر تمشي تطلع غير السطح تلقاهم كيتسناو فيك تقاد بهم شرابه. الحوايج اللي عاديين وموجودين في اي دار كاين. شنو هما هاد الحوايج؟ قرعه تاع 5 ايترو، قرعه تاع ايترو ونص ولا تاع 2 ايترو دير انت اللي بغيتي، موس وبريك. هادو هما الماتيريال اللي غيخصنا، موجودين في اي بلاصه قلت لكم. بداو على بركه الله. الفيديو سهلة، نتمنى لكم تكونوا فهمتوا. المهم انا قررت انني غادي نعاود نشرح هنايا، غادي نوريكم الفكرة كيفاش، باش اللي ما فهمش شي حاجة في الفيديو نعاود نوضحها ليه هنايا. اوكي، الفكرة كما قلنا خاصنا قرعة وبيدو. نبداو بالبيدو هو الاول، كنديرو واحد كنقطعوه من هنا بهاد الطريقة هادي، يكون صغير شوية على القاع تاع القرعة باش يقدر يتشد فيها مزيان بهذا الشكل، يعني كون زير عليها شويه. كنجيو هنا لتحت، لتحت تاع البيدو، كنديروا واحد مربعات تيكونوا صغار باش يقدر الحمام يشرب منه. ما عرفتش واش كتشوفوهم ولا لا، كنقطعوهم بالموس عادي. ملي كنساليو التقطاع تاعهم كندورو عليهم بريكه باش دوك السنينات اللي كيكونوا ماضيين تاع البلاستيك يتحرقوا ما يجرحوش الحمام. وانت عندك الحريه الاختيار واش دير وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا، ولا دير غير وحده في جهه وحده، ولا دير جوج، المهم انت دير اللي بغيتي. وكنجيو للقرعه. القرعه ما خاصهاش تكون مثقوبه نهائيا، ما تكونش مثقوبه. انا نشرح لكم كيفاش. دابا القرعه كتجي كتخشى حتى لحدين، كيبقى واحد شويه الفرق
كما قلنا كيبقى واحد شويه بينها وبين القاع بعد القياسات. صافي انتوما كنخشيو القرعه بهذا الشكل هذا، يعني كيبقى واحد شويه بينها وبين القاع. اوكي كي بدا يتكب الماء كتعمر، ولكن ملي نكونو كنخشيو القرعه نحاولوا ما نفوتوهاش على عض، يعني تكون هابطه على البلاصه فين قطعنا، ما تكونش طالعه عليها، لان الا كانت طالعه عليها غير بدا يتكب لنا الماء ما بصالحناش. خاص الماء يبقى محبوس، يعني خاص تكون القرعه هابطه عليها شويه باش يبقى الماء محبوس، وفي الماء جات تشرب شي حمامه كيتنقص الماء كيعاود يهبط من القرعه. اوكي هذه هي الفكره، راه منتشره في عند بزاف تاع الدراري، انا شرحتها غير الناس اللي ما عارفينش، يعني ما يجيش شي واحد يقول لي لا راه الفكره قديمه ولا الفكره راه ماشي قديمه، راه قديمه، يعني انا غير شرحتها للناس اللي الله باجيين في الدومين واللي ما عارفهاش. صراحه انا شخصيا كانت كتعجبني هذه الطريقه هذه. كما درت انا هنا قرعه تاع هيدرونس، انت تقدر تجي تاع جوج وتزيد تكبر هاد الطواره واحد شويه، تقدر دير بيدو تاع 5 ايترو، يعني تقطع البيدو من النص وتخشي فيه بيدو اخر تولي الماء تاع 5 ايترو، تولي الشرابه تاع 5 ايترو، انت لك حريه الاختيار، انت دير داكشي اللي بغيتي دير. كما كاينين الناس عاوتاني كيديروهم وكالات، ها كيديروهم وكالات، يقطعوا لهم هذا الراس الفوقاني الوكاله، ماشي مشكل لك مقطع القرعه كيقطعوا لهم هذا الراس وكيديروا الماكله هنا كتعمر هذه القرعه كامله، كذلت كنت من هنا بشويه بشويه. يعني هاد القضيه مزيانه للناس اللي كيسافروا، الا بتسافروا يومين 3 ايام بحال هكا وما كاينش اللي قابل لك الحمام، تقدر دير لهم وحده تاع الماء وحده تاع الماكله، راه سهله وتحطهم لهم وتنساهم. اوكي الدراري هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. الفكره كانت عندي في دماغي شحال هادي، طبقتها معكم في هذا الفيديو هذا. وكما ديما غنساليو الفيديو بالمقوله تاعنا، اللي عنده شي حيوانات الدراري يتهلا فيه، واللي الا ما قدرش يتهلا فيه يعطيه لشي شخص اخر اللي غادي يتهلا فيه، لا ما تدي الذنوب نتايا وتعذب الحيوان. نقول لكم بيس.